يعني اللي الناس كانوا بيودوا اللي كانوا بيودوهم. وكان النبي يكرم امرأة لأنها كانت من ود خديجة. صحيح صحيح رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه بالأبواء، الأبواء دي قريبة من المدينة، فزارها ومعه 2000 مقنع، 2000 فارس. وقفوا، كان ممكن ان هو يعني يشوف انه ده رحلة بقى وبتاعه هيتعبهم، لكن ابدا مشي من الطريق وراح رايح للمقابر، وراح لقبر امه وزارها. والراوي يقول فما رؤية اكثر بكاء من هذا اليوم. لما زار أمه يعني تذكر، لأنه هو ماتت وعنده 6 سنين 7 سنين، فتذكر هذا الكلام فكان يكثر البكاء. وده من الأحاديث اللي خلت أهل السنة تميل ميلا كبيرا إلى أنها وأباه من الناجين، بالرغم أنها ماتت قبل النبوة. حتى إن الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم يرون أن أهل الفطرة، أهل الفطرة بين النبيين في نجاة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأخذوا من هذه الآية نجاة أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصمموا عليها. ليه؟ لأن الله ده بيبكي عند قبر أمي هذا البكاء الشديد.